طب خليني قبل ما نروح لمشاكل برشلونة، احنا عندنا كلام ومعلومات عن قائمة النادي الأهلي اللي هتشارك في فريق في ماتش اف سي مصر بكرة. معانا زميلنا كريم أحمد رجع لنا مرة ثانية في السادسة. يا كريم مساء الخير. بجد تحية ليك زميلي أحمد وزميلة سارة. بالفعل يمكن 21 لاعب ضمهم مستر ريني بايلر لقائمة فريق النادي الأهلي استعدادا لمباراة الغد أمام نادي مصر. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليوباجي، محمد الشناوي، عمرو السلية، وليو ديانج، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي، جونيور أجاييه، محمد هاني، وعربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. يمكن دي قائمة نستقر عليها. طب أنا هطلب منك تعيد القائمة مرة تانية. أوكي. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السلية، بادجي، علي معلول، أحمد الشيخ، محمود وحيد، وأحمد الفتحي، وجونيور أجاييه، محمد هاني، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. زي ما قلنا يمكن دي القائمة ال 21 لاعب اللي اختارهم مستر ريني بايلر. ان شاء الله باذن الله الكل يكون جاهز باذن الله، والمناخ كل الامور تكون جاهزه معانا ان شاء الله، ونقدر نحقق فوز واداء الاداء اللي منتظره جمهور النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. يعني قائمه ما فيهاش جديد، نفس القائمه او نفس القوام الاساسي اللي بيشارك بيه النادي الاهلي طول السيزون هو اللي هيكون موجود بكره. مفيش لعيبه هترتاح، واضح انه مستر فايلر هيستغل المباراه عشان يعني يدي اللعيبه اكتر او يشتغل تكتيك بقى بشكل مختلف، يجرب الخطه اللي هيلعب بيها، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي.